الله الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. السنن المهجورة التي يغفل عنها كثير من الناس في ليلة العيد وفي صلاة العيد، ولها ثواب عظيم. ومن علامات الساعة استخفاف الناس بالسنن واندثار العلم. فالسنن التي سأقولها لحضراتكم الآن سنن هامة جدا يغفل عنها كثير من الناس، وفيها سنن مهجورة لا يعلمها كثير من الناس. بالنسبة لليلة العيد وصلاة العيد، أول شيء يسن التكبير طوال الليل، بداية من صلاة المغرب حتى صلاة العيد وحتى يخرج الإمام للصلاة. أفضل تكبير يقام في ليلة الإقبال في ليلة العيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وتكرر هذا التكبير. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا يعني ثبتت رؤية شوال بدأوا في التكبير، تكبير جماعي في المساجد، وكل انسان وفي البيت يكبر طول ما هو قاعد في البيت، وفي قيام الليل وفي وقت السحر حتى الصلاة. طبعا دي سنة مهجورة. اكتر الناس ما بتكبرش الا في المسجد لما بيروح يصلي العيد بس، مع ان التكبير بيبقى طول الليل، لان ده من اعظم ابواب الشكر والعرفان لله سبحانه وتعالى على التوفيق لنعمة الصيام والقيام، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى إذن التكبير ده من أعظم أبواب الشكر، إنك تتكبر طول الليل. الصيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إحياء ليلة العيد. إحياء ليلة العيد له ثواب عظيم جدا. إحنا قلنا قبل كده، وأنا قلت هذا في درس سابق، من أحيا الليالي الخمس، ليلة التروية، ليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان، وجبت له الجنة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الحديث، ذكره الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الوسيط نقلا من كتب الشافعية: من أحيا الليالي الخمس. إذا يرجى للي بيحلي ليلة الفطر أو ليلة عيد الفطر أن تكتب له الجنة، يصبح من أهل الجنة بإذن الله. ودي فكتير من الناس بيكسل وما بيرضاش يصلي في ليلة العيد. لا، لازم تصلي، ويعني اقل القليل تصلي 4 ركعات ب 100 آية يكتب لك قيام ليلة وتكتب عند الله من القانتين. من قام في ليلة ب 100 آية كتب له قنوت ليلة، حديث صححه الإمام الألباني. يعني تكتب من القانتين وكتب لك قيام ليلة. وطبعا إذا صليت في وقت السحر وفي صلاة التهجد يبقى عظيم جدا، عشان تجب لك الجنة. من أحيا، كلمة أحيا يعني قيام الليل، من أحيا الليالي الخمس، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. وأيضا من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، يعني تحصن من الفتن. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، ما تستخفوش بالسنن. يبارك سبحانه وتعالى لو أنت أحييت ليلة العيد يعصمك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نقله الإمام الشافعي موقوفا على الإمام الشافعي نقل هذا الحديث موقوفا على أبي الدرداء: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه حين تموت القلوب. وقال الإمام الشافعي: بلغنا أنه كان يقال: الدعاء يستجاب في 5 ليالي، الدعاء يستجاب في 5 ليالي: ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان. الدعاء يستجاب. يبقى إذن في مراقب 3 للإحياء. أولا تجب لك الجنة لو أحييت ليلة الفطر، تاني حاجة تعصم من الفتن، ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلبك حين تموت، يعني تظل القلب حيا حتى الموت بإذن الله، وتعصم من الفتن. الحاجة الثالثة يستجاب فيه الدعوة. يبقى قم الليل في هذه الليلة وأكثر من الدعاء، قابل أن يستجاب لك، وبإذن الله ربنا يستجيب في هذه، لأن ربنا بيستجيب وتفتح أبواب السماء في ليلة العيد. لأن أنت طالع من شهر رمضان صمت وقمت وصليت التراويح وشكرت، فربنا سبحانه وتعالى يستجيب. بس المهم ان انت تقيم ليله العيد. السنه الثالثه اللي بيغفل عنها كثير من الناس: الاغتسال. لازم تغتسل قبل ما تروح تصلي العيد. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى. كان عبد الله بن عمر يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى، سيدنا عبد الله بن عمر. السنه اللي بعد كده: لبس احسن الملابس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يلبسوا أجود ما عندهم وأفضل ما عندهم كما جاء في الحديث. و سيدنا عمر بن الخطاب قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه جبة من استبرق،
البسها وتجمل لها للعيد وتجمل لها للوفود. يعني الانسان يتجمل يلبس افضل ما عنده. فقال له ان هذا لبس ملبس من ليس له خلاق في الاخره، عشان في من استبرق ده حرير، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس حرير، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال لبس الذهب والحرير. الطيب لازم تتطيب، تحط افضل طيب عندك بعد ما تغتسل وتلبس احسن الملابس، تتطيب لان ده عيد. طيب من الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: حبب الي من دنياكم ثلاث، الطيب والصلاة والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة الطيب والنساء. يعني ربنا ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم من اكتر 3 حاجات بيحبهم الطيب والنساء. والنساء مش معناها شهوة، لكن بيحب النساء لضعف النساء ورقة النساء مش الشهوة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلازم تتطيب سواء كان في يوم الجمعة وفي يوم العيد. الحاجة اللي بعد كده، واللي بيغلط واللي بيتفوت على كتير جدا من الناس، انه ما ياكلش تمرات. كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا، يعني هتاكل تمرة أو 3 أو 5 أو 7 قبل ما تنزل تأكيدا للفطر اللي اسمه يوم الفطر. فما تنزلش من بيتك تروح تصلي العيد إلا ما تاكل تمرة أو 3 تمرات أو 5 تمرات، ما عندكش تمر اشرب كوباية مية. المهم أكد فطرك. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس قربا للرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة. أكثر الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس قربا من الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فاتقوا الله وما استخفوش بالسنن. كل سنة من السنن دي سنن هامة جدا، إذا حافظت عليها تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. السنة اللي بعد كده: تذهب ماشيا وترجع ماشيا. كان رسول الله كما جاء في الحديث يذهب ماشيا ويرجع ماشيا، ما يركبش، هو رايح هو جاي. السنة اللي بعد كده: إذا دخلت المصلى المسجد صلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إذا رحت الساحة، والسنة إن إحنا نصلي في الساحات، لكن طبعا عشان الظروف الوباء اللي إحنا فيه دلوقتي فالصلاة هتكون في المساجد. لكن إذا صليت في الساحة، ده الخطأ اللي بيقع فيه كتير من الناس، ما تصليش ركعتين تحية مسجد. ما تصليش ركعتين تحية مسجد. الساحة غير المسجد. الساحة بتبقى واسعة كبيرة، بتيجي تقعد على طول وبتبتدي تكبر. وأول ما تخرج تكبر، ما تستناش لما توصل للجامع. احنا قلنا ان التكبير بيبدا من بعد صلاه المغرب طول الليل، تكبر وتشكر ربنا سبحانه وتعالى لغايه ما تخرج. كان سعد الله بن عمر وعمار بن ياسر والصحابه يعني اصواتهم بتدق في الاسواق: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر كبيره، والحمد لله كثيره، وسبحان الله بكره واصيلا. التكبير. السنه اللي بعد كده، ودي مهجوره خالص محدش يعرفها تماما حتى اكسيد جدا من الائمه، بين التكبيرتين، التكبير صلاه العيد بتبقى 7 تكبيرات: تكبيره الاحرام، بعد ما تكبر تكبيره الاحرام ب تحمد الله سبحانه وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تدعو بما تشاء، بعد التكبيره الثانيه تحمد الله سبحانه وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روي عن علقمه من التابعين بسند صحيح لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكبرون، وكانوا يكبرون، وهحط لكم الحديث ده في الوصف بتاع الفيديو، بين ال7 تكبيرات. طبعا الائمه ما بيدوش فرصه، لكن لو جت فرصه تكبر تحمد الله سبحانه وتعالى، بعد كل تكبير تقول الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله، بعدين تدعو الله سبحانه وتعالى بما تشاء، بعدين بعد التكبيره الثانيه، يبقى في ال7 تكبيرات تقول قول الحمد لله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبعدين ادعو الله سبحانه وتعالى قبل ما الامام يقول التكبيره اللي بعدها. في كل تكبيرتين في حمد لله وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. هحط لكم الحديث في ودي سنه مهجوره: ومن احيا سنه قد ماتت احيا الله قلبه يوم تموت القلوب. فاحياء السنه المهجوره له ثواب عظيم. بعد كده استمع الخطبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن نخطب، فمن شاء أن يستمع، أن يستمع معنا الخطبة يستمع، ومن شاء أن يذهب فليذهب. لكن السنة إنك تستمع الخطبة. السنة اللي بعد كده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف. يعني خالف؟ يعني تروح من طريق وترجع من طريق، ما ترجعش من نفس الطريق
اللي انت كنت فيه. ليه؟ لان الملائكه بتقف وتحيي الناس وتسلم عليهم في الطريق. فبيقول لك لما تروح من طريق وترجع من طريق تاني يبقى هتقابل ملائكه كتير بعدد اكبر بكتير، وتبقى طبقت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حاول تروح من طريق وترجع، لما ترجع ترجع من طريق تاني غير اللي انت مشيت فيه، ترجع من طريق تاني غير اللي انت مشيت فيه، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون. والتهنئه طبعا، تهنئه والتهنئه تكون يعني طبعا كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيب، دي ملهاش اصلا، مش عايز اقول بدعه، لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يقول التاني تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. يبقى هي دي الصيغه الاصليه في التهنئه، مش كل عام وانتم بخير ولا كل سنه وانتم طيب. لا، عايز لما تيجي تقول لواحد كل سنه طيب، عايز تقول له كل سنه طيب قول له، بس بعد كده تقول له تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال في هذا الشهر. لان دي هي دي التهنئه الحقيقيه، ان انت هو يدعي لك ان ربنا يتقبل منك شهر رمضان وانت تدعي له. ده الصحابه كانوا بعد ما رمضان بيخلص يقعدوا 6 شهور يدعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منهم رمضان، وبعد كده يقولوا يا رب في ال6 شهور التانيين يا رب بلغنا رمضان. يعني السنه كلها دعاء لرمضان. 6 شهور اللهم تقبل منا رمضان، و6 شهور اللهم بلغنا رمضان. يبقى ايه الحقيقي؟ يبقى لما تسلم على واحد وتقول له كل سنه طيب قول له تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال. ده افضل بكتير من كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيب. لكن هي مش هنقول لا، لكن دي الصيغه الصحيحه في التهنئه. فدي السنن المهجوره التي يعني تفوت على كثير من الناس. هحط لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو. يا ريت اللي هيشوف الفيديو دلوقتي قبل صلاه الفجر يحاول يصلي ولو ساعه او نص ساعه في وقت السحر وقت التهجد حتى تجب لك الجنه، ويحيى قلبك حين تموت القلوب وتعصم من الفتن، ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعائك. تدعو ايضا في الثلث الاخير من الليل، لان السماء بتفتح، في الثلث الاخير من الليل في كل ليله، فما بالك بقى في ليله العيد التي يستجاب فيها الدعاء. انا هكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو. سخون شو نشر هذا في ثواب عظيم لعل معين مال في الله اجمع بيس لا ينقذ ذلك بجنون شمس تشوش تفعيل الجرس والشرق في القناه ليصلكم كل جديد، وساعدوني على شر السنه الطبيعيه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.